مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. راح اورجيكم اليوم كيف فحص الاسواق العملي بصير، وكيف انا سقت بأودفالا وما اخذت كوتشان. راح اورجيكم على الطريق وراح اقول لكم شو ممكن. مثل ما بنعرف نحن عندنا السيكر هيدز كنترول، الكنترول العادي تبع السياره، وكلياتنا بنعرف فينا نطلع على الفيديوهات. وهلا راح اورجيكم الطريق. شلون راح نسوق؟ ثواني برجعكم. طبعا انا طلب مني بس اني اعمل كنترول على المساحات، سو جربت المساحات وعدلت الكرسي وعدلت المرايا، وهلا راح نسوق. سو طبعا في اكثر من طريق بأودفالا ممكن انت تسوق حظك يعني. طبعا راح نروح على اليمين، اهم شيء ما نسوق على هذا الخط الغامق، ونحط الثاني لما تسوق على مهلنا. نطلع كثير منيح على المرايا، بدنا اهم شيء تعمل بلانيرا يعني تعرف وين بدك تروح يعني. ويكون عندك شو بنسميه نحن بتر سيكت، يكون عندك نظرة اكثر للترافيك. هون رح يقول لك روح على اليمين، انا هو على اليسار، انا رحت على اليسار عشان مثل ما انا شايفين ما في حدا. من سوق على الثاني وبعدها بنطلع على الثالث او الرابع او الخامس مثل ما انا شايفين. طبعا هون طريق تقريبا ريفي، بس انا ما رح سوق اكثر من 50. اهم شيء تطلع كتير منيح لقدامك وعلى المرايا. اول شيء بنطلع على النص، بعدين على اليمين، بنعمل بلانيرا اكتر نشوف وين بدنا نروح. هون رح يطلب منك بدك تلحق الاي 6 والاي 6 مثل ما احنا شايفين هي الخيط. هون بدك تروح على اليسار بتعدل وبتاخذ الثالث او الثاني. طبعا انا اخذت الثالث لانه ما في حدا الطريق فاضي، وطبعا اعمل حط رجلي على البنزين. هون في عنا سكة قطار، بدنا نطلع انه ما في قطار، نورجي انه نحن شايف ما في قطار، بعدين سوق. اهم شيء تسوق بنص الطريق، لا تسوق على اليمين ولا على اليسار، وبيساعدك اكثر انه تسوق بنص الطريق انه تطلع لابعد منطقة، ابعد منطقة ممكنة. مثل ما احنا شايفين هلا بدنا نروحوا على اي 6 والاي 6 على اليمين. مثل ما احنا شايفين وقت شاف السيارة هنيك جاية من بعيد وقف اعطاها المجال. طبعا ما في داعي الواحد يوقف اذا ما في اي سيارة. طبعا قدامنا في سيارة مع يخت، راح تمشي شوي بطيء ما في مشكلة. مثل ما احنا شايفين هون في سكة قطار، نطلع كتير منيح ما في قطار وبنسوق. طبعا هو عم يسوق كتير بطيء لانه معه هي سيارة، بس لا تنسى تحط
لازم يكون في عندك مسافة تمام. إذا سايق على طول جنبه مانك شايف الطريق ترسب كمان. فأنا سايق 30 تقريبا منيح، هو سايق كمان 30 تقريبا، شايفين هو رايح اليسار، شكله المجال و نوقف ونحط اول ونستنى السيارة لحتى
نستنى الإشارة لحتى تفتح. أهم شيء يكون عندك ثقة بنفسك أكثر من الضغط الموجود. ضغط شو بنسميه نحن، الضغط الموجود لما نروح اليمين. أنا عم أطلع على المراية، كنت شفت ما في حدا. شمال صار سو أنا رحت على الشمال. هلا ممكن يقول لك روح على اليمين ما في داعي تغير، بس أنا قال لي روح على ثالث وودفورد. مثل ما أنا شايفين هون ثلاثة، واللي بده يروح على اليسار لازم يكون على اليسار. إذا بتروح على اليمين ممكن ترسو. مثل ما أنا شايفين هون طلعنا منيح على السيارات، ما في حدا. هلا هون بدك تروح انت على اليسار، حط ببالك انت رايح هون على اليسار، تعمل بلينكش هون على اليمين وبعدين رد بتروح على اليمين. بدك تطلع كتير منيح على ممر هون المشاة وممر البسكليتات، ما في حدا بتطمك سايق. هون نفس الشيء بنفس الطريقة، هون لأنه مخفي بدك مثل تدير بالك وتشوف إنه قرب شوي شوي ما في حدا بتطمك سايق. هلا هون بآخر الطريق بيقلك بدك تروح على اليمين، طبعا مو هاد اليمين، لا اليمين تعمل برومسة قبل بوقت حتى تحذر الناس يلي وراك انه انت رايح اليمين. هلا بيلك روح على اليسار كمان، وهون بدك تروح باقصى اليسار، طلع منيح ما في حدا، روح باقصى اليسار وبتروح على اليسار. هون منطقة سكنية، دير بالك كتير منيح، سوق 20-15 اللي هو. طلع على اليمين اذا في حدا جاي من على يمينك او على يسارك، قانون اليمين موجود لهلا. اوكي الريجل، اوكي الريجل. وبيحكي لك بدك تعمل صف هون، بدك تقول لك صف هون، تشوف ما في حدا. طبعا انا اخذها من هون من اول، بتسوق على مهلك. وهيك نحن هلا عملنا صفينا، بنرفع فرام الايد وبنقول له نحن خلصنا. هلا بيقول لك اطلع، تحط انه انت راجع، بتطلع كتير منيح حواليك انه ما في حدا، وبترجع بترجع شوي شوي. اهم شيء لما بتجي سيارة من وراك ولا من قدامك، بتوقف السيارة في أرضها، لا بتروح لا على اليمين ولا على اليسار ولا بتقرب. وبس وصلنا نحن لنص السيارة هاي نرجع رجعة واحدة ومنروح بعدين على اليمين. أهم شيء إذا بتجي سيارة ولا مسكليت ولا حدا بتشوف إنه ناس جاي ولا هذا، بتوقف السيارة بأرضها، هو بيربي راسه انت ما عليك منه، تمام؟ بعدين بيقول لك روح دغري، بنروح دغري. هلا هون ممكن يقول لك بدك تروح على اليمين او بدك تروح على اليسار. طبعا هو قال لي انا بدي اروح على اليمين، سو بعمل بلينكش هون. اهم شيء ما اعمل بلينكش قبل بوقت، يعقل الناس اللي وراي يفكروا رايحين على رايح على اليمين ولا اليسار. ها عم طلع ما في حدا، ممكن نروح فوت على اليمين. بهذا الدوار ممكن هو يرسبك، ليش؟
انه اذا كنت جاي من هنيك من هذا الطريق وقفت ما مشيت ممكن يرسبك. فبدك كتير بالك كتير منيح، اذا جاي من فوق بدك تمشي ما بتوقف الا اذا كان في مشاة، اذا ما كان في مشاة بتتمك ماشي دغري. تمام. هلا هون مثل ما احنا شايفين نحن ماشيين بمنطقة سكنية، انا ماشي على الثالث. طبعا بدك تشوف سيارة الفحص رح تكون اصعب شوي لانه سيارة حديثة، انا ما دربت عليها كثير، معي هي السكودا، بس ممكن تسوق سكودا او ممكن تسوق فولفو حديثة. بدك تدير بالك كثير منيح بعد السوق انت هدول السيارات. انا حروح على السنتر، حروح كمان على اليمين، طلع هون منيح، وبعدها كمان هون طلع منيح، ما في حدا تمي رايح دغري. هون دير بالك ما في داعي تسوق اكثر من 40 او 45، ممكن تسوق 30، ما في داعي تتقيد ب بالسرعات الموجوده بالطريق. بدك تكون يعني افضل بطريقه انه تشوف انه ممكن انا اسوق لا ممكن ما اسوق حسب الطريق. واهم شيء لما يكون في عندك طريق مخفي بدك تخفف السرعه، تشوف جاي ولد جاي حدا تورجيه انه انا شايف. بدك تطلع على المرايه. اهم شيء هون كمان هون الطريق لإلك، اذا بتوقف لهذا اللي جاي على اليسار ترسب، اول لازم يوقف لك. هلا انا هون رح اختار روح على الكوستاف سبيري، كمان ممكن ياخذك عليه. طبعا انا عندي الاول هون وقفت وعم طلع بلينكش. طبعا بدك تعطي اشارة انه رايح انت على اليسار. اهم شيء لما انت رايح على اليسار بدك تعرف مين فاتحة اشارته. كمان هو اللي فاتحة اشارته هون المشاة، بدك تعطي اكيد تعطي الاولوية للمشاة مثل ما احنا شايفين. ولو وقفت السيارة بنص الشارع ما في مشكلة، طريق المشاة قبل ما الناس بيفتحوا الاشارتين سوا، ما في داعي تكون مستعجل. وقف على مهلك امشي واعمل بلانيرا. هون عم نشوف ما في حدا، ومثل ما احنا شايفين الطريق هون 50، اذا سقت 40 ما في مشكلة. على مهلك لا يصير عندك ستريس، اذا اجى واحد من وراك وشفته قرب عليك كثير لا تهتم كثير انه ممكن يرسبك كمان انه عم طلع عليك كثير او انه بدك تصير تسوق بسرعه. هون شايفين في رونديل، في هون عنا دوار، انا حطيت الثاني. شايفين في سياره اجت، هلا بمشي على مهلي. اهم شيء تكون بتعرف شلون بدك تروح. مثل ما احنا شايفين هلا هو اجى كثير بسرعه، هو عنده كمان لوبنيك شور، هو عم يتعلم سواقة، وقت اجى كتير بسرعة على الدوار ممكن يرسبه. بدك تنزل على مهلك تفوت على الدوار وتطلع وما يكون عندك اي عوائق لما بتكون تروح. طبعا انا لحد الان انا عندي الثالث ماشي اقل من 50، سيارة ممتاز. هون اهم شيء بدنا نطلع كمان اذا في حدا، منطقة سكنية في عنا طريق مشاة. طبعا بدك تطلع لأبعد منطقة انت ممكن توصلها بعيونك لحتى يقول انه انت عندك عم تعمل بلانيرا، عم تشوف شو ممكن يصير بالطريق، ممكن يجي حدا، ممكن يكون واحد، ممكن سيارة توقف، ممكن اي شيء ممكن يصادفك. مثل ما احنا شايفين رح نروح على كوستاف سبيري، طريق مشاة هون ما احنا شايفين، وقف شوي شوي هون تمنا طالع. هون
الرابع او من الثاني للثالث حاول تبدل، لانه لازم تاخذ اعلى سرعه اعلى بكسل ممكن. هون طريق نزول، ما في داعي تنزل بسرعه، على مهلك 20 40 30 اللي هو على مهلك، خلي رجلك على هذا الباركيرين فاضي، تعمل باركيرا، توقف السيارة، تحط أول، طلع رام الإيد، خلص توقف، تقول له أنا خلصت. بعدها راح يقول لك أوكي، رجع، حطلع كتير منيح على المرايا، طلع لورا، ترجع شوي شوي، تحط أول. في طرقات كتير هون بيوت فالا، ممكن هو يعطيك اي طريق، ممكن يعني كل واحد وحظه، بس يعني اغلب الطرقات رح تكون سهلة ما رح تكون صعبة، لانه يعني اوت فالا اصلا سهلة. هلا هون شايفين ما في حدا، انا حاطة الثاني بطلع فورا، حط الثالث فورا وبسوق ل 40 تقريبا، حط الرابع، سيارة ماشية طريقة كتير سلسة، والميتور ما عنا هي هي مشكلة. دائما لما نشوف هذه الإشارة تبع المشاة نعطي يمين يسار بلينك، نعرف انه جايين هون طريق ممكن يجينا. اهم شيء تكون السيارة كمان ثابتة لما بتطلع، ما في داعي تستعجل، لو عم يكون في كتير كربة على مهلك على 40 كتير منيح، 30 كتير منيح، ما في اي مشكلة. هلا رح يقول لك كمثال بدك تروح على لانسبيك طريق الريفي. طبعا انا حاطط فيديوهات تانية طريق الريفي كيف طلعت على طريق الريفي بالطبالة. انا هلا رح اروح دغري ونرجع على الترافيك بيرك. طبعا دير بالك ما تسوق اكثر من 50، كثير مهم برسبك. انا هلا ماني منتبه، سيت 55 برطب، على مهلك 40 40، طلع منيح على اليمين ويسار، ما في حدا، خلي راسك لورا بالكرسي ولا تقرب لقدام. اذا بتقرب لقدام رح يلاقيك كنت عم تطلع لقدام كثير، هيك انا هيك كمان رسبت، بدك ترجع راسك لورا، سنود راسك منيح، طلع كثير منيح على المرايا وقول لهم انا عندي كنترول وطالع على الطريق وعندي تحكم بكل شيء. طبعا ما كتير حلو انه الواحد يطلع معه ويقول لك انت راسب، شعور سيء، بس انا تعلمت من هدول المرتين اللي انا سويتهم، اتمنى انه اخذ شهادة سواقة عن قريب. طبعا لحد الان عم اتدرب، انا مالي استاذ، عم اتدرب وما معي شهادة سواقة لحد الان. مثل ما انا شايفين انا ما عملت اللانيرا، شفتهم جايين بس ما عملت برومسا من قبل بوقت، هون ممكن انا ارسب. اذا
إذا عملت برومسة بهي الطريقة ممكن نرسب. لازم يكون عندي يعني نظرة أبعد إنه هذا ممكن يجي هلا. مفروض أنا أعمل برومس، مفروض أجيب على مهني يفوت. ممكن كتير ناس يرسبوا بهاي الشغلة. لما بشوف ناس قراب على مهلك، شوف جايين مو جايين، بده يروح على مين يسار وبعدين سوق. مثل ما احنا شايفين هلا نحنا رح نروح على شايفين هون في مرة كمان بدنا نعمل بحسابنا انه انا شايفها. اذا هي قطعت الشارع انا بوقف، يعني مفروض انه انا يكون عندي كنترول. هلا انا رح اروح على اليمين حتى ارجع على الترافيك سهولة. حط اول، وقف سيارة، انتظر الاشارة. مثل ما انا شايفين ممكن تفتح اشارة المشاة مع اشارتنا. المفروض يكون عنا نظرة ابعد حتى نشوف اذا في مشاة. نحط ببالنا انه ممكن هنا يمشوا معنا، تفتح اشارتي مثل اشارته. شايفين فتحت على الاخضر، لازم تطلع كتير منيح، طلع ما في مسكليتات، وبعدها روح. كما احنا شايفين كمان الباص ممكن يمشي. بدي اعمل حسابي اذا عطى اشارة ممكن لازم انا اوقف له. اذا الطريق اقل من 50 او 50 مفروض انا اوقف له، اما اذا اكثر من 50 مفروض هو يوقف. طبعا جاي قدامنا هون، نحط نحن اهم شيء نطلع لبعيد شو في على جاي عنا.
اجي للمراقب او للمشرف انه انا شايف الطريق كامل ممكن اسوق 50، اسوق 50 الطريق فاضي ما في عندي اي عوائق، انا كاشف الطريق كله اسوق 50 هون خفف السرعة شوي، ممكن يجي حدا ويسوق من الطرف اليسار على اليمين، نطلع منيح المرايا على إشارة، معنا وقت نقرر شو بدنا نسوي، معنا وقت نشوف ورانا وقدامنا نعمل بلانيرا بشكل أفضل. لما شفنا ما في حدا قمنا طالع، أنا حاطط تاني رح ثالث. شايفين وصلنا هلا على المدرسه، بيقول لك وقف السياره اعمل باركيره، بيقول لك رسبت او نجحت، بس طبعا انا رسبت مرتين بقى، متوقع انه ارسب مره ثالثه بس رح اتدرب منيح. شكرا انكم تابعتوني، ان شاء الله موفقين وان شاء الله بتنجحوا. مع السلامه.